السلام عليكم، اهلا بيكم في قناة كروشيه كافيه. النهاردة هنتعلم طريقة عمل سلسلة بشكل جديد ومختلف شوية. فدهن الوش الصحيح للشغل شوية شكل الضفيرة، وده هنا من منطقة الظهر برضو شكله حلو جدا. والحاجات اللي زي دي بتنفعنا في شغلنا في الكروشيه، ان انت ممكن مثلا تعملي منها ايدين لشنطة صغيرة، ممكن تعملي منها علقة، اي حاجة انت عاوزة تعملي لها سلسلة، بس تبعدي عن الشكل التقليدي اللي احنا عارفينه للسلسلة. انا بالنسبة لي حبيت انه اعمل منها بريسلت او اسوره، او اللي هي بنقول عليها حزازه، بالشكل ده كده. فطلع شكلها رقيق وحلو جدا، فان شاء الله انتوا كمان تعجبكم. وتعالوا نبدا على طول في الفيديو. لعمل السلسله بالطريقه دي يفضل ان انت تستخدمي خيط يكون سميك عشان يبقى اسهل واوضح معاكي، خاصه وانت بتتمرني عليه لسه في الاول. وكمان كل ما بيبقى الخيط سميك كل ما الغرزه بتبان اكتر وبيبقى شكلها احسن. انا بالنسبه لي هستخدم خيط السلسله العادي اللي احنا بنشتغل بيه في الشنط مع ابره كروشيه مقاس 4 مليمتر. هنبدا شغلنا عادي خالص بعمل عقده البدايه بنفس الطريقه اللي اتعلمناها في دروس المبتدئين، بس مش هنشد الخيط قوي، هنسيبه مرتاح شويه بالشكل ده كده. شايفين الحلقة اللي اتشكلت عندنا هنا؟ هنا اتشكل عندي حلقة او زي حرف V صغير. فالحلقة اللي اتشكلت هنا دي هي اللي احنا هنمر من خلالها بالإبرة. بس قبل ما نمر منها بالإبرة، هنا ده عندي خيط البداية اللي هو الجزء القصير، هجيبه الاول ناحية اليمين بالطريقة دي كده، اوكي، وبعدين ابدأ انه امر بالإبرة من خلال الجزء اللي احنا شاورنا عليه. هنشوفها تاني، هنبدأ عادي بعمل عقدة البداية، بس مش هنشد الخيط قوي. هنلاقي انه تشكل عندنا حرف في صغير اللي هي الحلقة الموجودة هنا. قبل ما نبدأ انه نمر من خلال الحلقة دي خيط البداية القصير، هنجيبه كده على يمين الإبرة، وبعدين نكمل شغلنا بانه نرجع تاني للحلقة اللي احنا شاورنا عليها، هنمر من خلالها بالإبرة واسحب الخيط واطلع من الحلقتين الموجودين على الابره. انا كده اشتغلت اول سلسله، ودايما اول سلسله دي اللي بتبقى محتاجه تركيز شويه، لكن بعد كده الشغل في منتهى السهوله. اتشكل عندنا حرف الفي، اوكي، ناخد بالنا مش ده، مش حرف الفي ده، خلاص خلصناه. حرف الفي الموجود هنا برضو، الحلقه الموجوده هنا هنعتبر ان هي الحلقه الخلفيه، هي دي برضو اللي هنمر من خلالها بالابره. فمن غير ما نلف الخيط على الابره ولا اي حاجه خالص، همر من خلال الحلقة الموجودة هنا وريح ايدي شوية في الشغل، اسحب الخيط واطلع من الحلقتين الموجودين على الابرة. تشكل عندي حرف الفي، دايما تركزي على اخر حرف في موجود على الابرة، خلاص ملناش دعوة باللي قبله، احنا كل تركيزنا على حرف الفي الموجود هنا. هنشتغل في الحلقة الخلفية، همر بالابرة واريح ايدي شويه في الشغل بحيث الحلقات تبقى مرفوعه شويه، اسحب الخيط واطلع من الحلقتين. تشكل عندي حرف الفي، هريح الابره شويه، همر من الحلقه الخلفيه لاخر حرف في، اسحب الخيط واطلع من الحلقتين. اسحب الابره لفوق شويه عشان اريح الحلقه الموجوده على الابره، امر من الحلقه الخلفيه، اسحب الخيط واطلع من الحلقتين. اسحب الحلقه الموجوده على الابره، ريحها شويه. هنا ده اخر حرف في موجود عندي، ناخد بالنا لان ممكن في ناس تتلخبط مثلا تمر من خلال حرف الفي الموجود هنا، ده خلاص ده بتاع الغرزه اللي قبلها. انت كل تركيزك على اخر حرف في اللي هو تحت الحلقه على طول، فهتمري من خلال الحلقه الخلفيه الموجوده هنا. همر بالابره، اسحب الخيط اطلع من الحلقتين، بس كده. مش هنلف الخيط على ابره ولا اي حاجه زي السلسله العاديه، لا احنا على طول بنمر في الحلقه الخلفيه، نلف الخيط ونطلع على طول من الحلقتين. بريح الابره لفوق شويه، امر من الحلقه الخلفيه، اسحب الخيط واطلع من الحلقتين. هتفضلي تكرري نفس الخطوات لحد ما توصلي للطول اللي انت عاوزاه على حسب البروجكت اللي بتعمليه، وده المفروض شكل او الوش الصحيح للشغل، وده هنا منطقة الظهر.
وعشان تنهي الشغل ممكن لو انت عاوزة توصليه بمنزلقة فبتبدأي ان انت تطبقيه بالطريقة دي كده، وبتمري من هنا من ظهر الشغل وبتبدأي تسحبي الخيط وتقفلي بمنزلقة بالطريقة العادية زي ما بنقفل السلسلة. بس لو انت عاوزة انه تنهيه برضو بالطريقة العادية فبرضو بنفس الطريقة اللي احنا بننهي بيها شغل الكروشيه، بتشتغلي سلسلة عادية وبتقصي الخيط كده. احنا خلصنا شغلنا، بس قبل ما انهي الفيديو انا حابة اجرب معاكم البراسلت باللون ده، ايه رأيكم؟ هي طبعا واسعة عليا فممكن احتاج انه افك منها شوية، وانا كمان بصراحة مش شاطرة قوي في تقفيل الاكسسوارات والحاجات اللي زي كده، بس انا عارفة ان في كتير منكم شاطرين وهتقفلوها بطريقة احسن من كده، لكن انا بالنسبة لي هكتفي بس دلوقتي انه اربطها بالطريقة العادية. ان شاء الله تعجبكم، وانا بشكركم جدا جدا للمتابعة، والناس اللي بتابعني لاول مرة اهلا بيكم. لو حابين تفضلوا تتابعوني دايما وتكونوا اول ناس توصل لكم الفيديوهات الجديدة ادخلوا على يوتيوب واعملوا سيرش عن قناة كروشيه كافيه باي لولي، واضغطوا تحت اي فيديو من فيديوهاتي على كلمة اشتراك او سبسكرايب، وكمان على علامة الجرس واختاروا كلمة الكل عشان يوصل لكم تنبيه كل ما اقدم فيديو جديد. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله.